متتابعي قناة فرانس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. كما تتعرفوا جميعا أن يوم 20 شتنبر 2021 تم تشكيل مجلس مدينة الدار البيضاء بانتخاب عمدة الدار البيضاء السيدة نبيلة الرميلي كعمدة جديدة لهذا المجلس. مجلس مدينة الدار البيضاء في نسخته الأولى والثانية والثالثة تم عرض واحد مشكل كبير على مستوى مدينة الدار البيضاء، هو القضية المتعلقة بالصابو اللي تدار الطنوبيلات في المدينة. الأمر اللي أثار موجة من الغضب والتدمر لدى مجموعة من المواطنين، وكأدى أيضا لدى مجموعة من الجمعيات المهتمة بهذا القطاع. الفاسبريس في بداية المجلس الجديد نفتح هذا الملف مرة أخرى مع السيد سعيد المهتدي رئيس الجمعية المغربية سند. سي سعيد، مرحبا بك. شكرا لكم على الاستضافة. أولا قبل ما ندخل في صلب الموضوع، أنت فاعل جمعوي، فاعل حقوقي، كيفاش شفت الانتخابات الجماعية الأخيرة والنتائج ديالها؟ هل كنت تتوقع انحدار العدالة والتنمية وفوز الأحرار، أم أنك يعني بالنسبة لك كانت المسألة مفاجئة؟ أولا من الواجب أن نتقدم بأسماء سمو وعبارات التقدير والاحترام والشكر والامتنان والتهنئة للمشرفين والقيمين على إنجاح هذه العملية الديمقراطية في أعتى وأكبر مجلس جماعي بالمملكة الشريفة. بطبيعة الحال أن النتائج لم تكن مفاجئة ولم تكن أبدا وقط مخيبة للأمال، بقدر ما كانت مدلجة لصدور البيضاويين ولعامة الشعب المغربي باندحار هذا الحزب الذي شكل الاستثناء في تاريخ المشهد السياسي المغربي. أنت بالنسبة لك يعني كما قلت لي لم تكن مفاجئة بالنسبة لك، ولكن فوز على الأحرار ويعني وجود ديالو في المرتبة الأولى، واش كنت تتوقع النتيجة على الحزب التجمع الوطني الأحرار، أم كان عندك واحد حزب أخر اللي كنت تتوقع أنه يفوز؟ كان لدينا حدس ولدينا حس أولا سبقي بأن أحد الأحزاب الثلاثة ستفوز بالرئاسة، يا إما الأحرار يا إما الطام يا إما الاستقلال. ندخل لصلب الموضوع ديالنا، القضية تاع الصابو تفجرات في عهد السي سجيد، أيضا في السي العمدة السابق السي عبد العزيز العماري. بالنسبة لك أنت علاش الدار البيضاء ما قدرش تحيد الصابو، علما أن مجموعة من المدن الأخرى تجاوزت هذا المشكل هذا؟ أولا الدار البيضاء لديها أبنائها ولديها الغيرون عليها. الدار البيضاء وإن لم تشكل البعض شيء فإن تشكل كما أقول دائما لدينا الأم التي تحتضننا سويا وطرعنا جميعا. سندافع حتى آخر رمق من أجل إزالة هذه الأدوات هذه الصابو وقضاء عليها تدريجيا إن شاء الله من الدار البيضاء، من المرفق العمومي بالدار البيضاء، من الشوارع الأزقة والباحات العمومية ديالنا. الصابو مشكل مطروح الآن، هو تكليف على مجلس المنتخب الجديد، والآن نرمي بالكرة إلى هذا المجلس الذين فيه الثقة الكاملة إن شاء الله باسم ساكنة الدار البيضاء من أجل الرفع والنظر في هذا الرفع الفوري لهذا الظلم والحيف. البعض يقول بأن وضع الصابو للطنوبيلات على مستوى مدينة الدار البيضاء جاء في إطار تنظيم هذا المجال وتنظيم قطاع اللي الجميع تقول بأنه تعرف واحد الحالة من الفوضى. من يقول ومن يدعي ذلك، ما لديه مصلحة في الصابو وما لديه مآرب سواء كنت ماشي ضروري يقدر يكون يعني الهدف ديالو هو التنظيم. بالله عليك الآن أي شيء إذا أردنا التغيير يجب أن يكون التغيير مشمولا ومحاطا بالقانون وبالدستور واحترام إرادة المواطن. إذا لما نتعامل مع المواطن بالابتزاز والترغيب والترهيب من أجل الأداء في شيء يعلم مسبقا أنه ليس لديه الحق على الأداء عليه، فهنا الله يخليكم هنا أمور أخرى. احنا دخلنا في النصب على المواطنين ودخلنا هنايا في جناية الغضب اللي كتكلم على شبكة التواصل الاجتماعي وما عارفينش الحيتيات والموضوع ديالها شنو هو والإطار المرجعي في القانون الجنائي الفصل 243. غندخلوا في حوايج أخرى. إذا كانت الأحكام القضائية السابقة اللي صدرت في الرباط ضد جامعة الرباط وفي طنجة وحائزة على قوة الشيء المقضي به وفي مراكش أيضا، بطبيعة الحال أصبحت بمثابة أحكام نهائية وقطعية تقول بعدم قانونية النوع من الشركة، فما بالكم الدار البيضاء؟ القلب النابض للمملكة الشريفة تهان، لا يمكن أن تهان بهذه الطريقة على أيدي من سولت لهم أن يزوم الدفاع على اللي تدافعت قضية على الشركة تاع الصابو، تقولوا بأن جات من أجل يعني التحكم في وضع العربات على مستوى خاصة على مستوى وسط المدينة المعارف، لأن ما يمكنش واحد يجي يحط السيارة ديالو وتبقى النهار كله في الآخر يعطي جوج درهم ولا بالأحرى. قول التحكم في رقاب المواطنين. الآن ما بالكم بعد الأزقة وبعد الشوارع اللي بعيدة كل البعد عن مركز الدار البيضاء، السلطة ديال الدار البيضاء، نعطيك السيارة نعطيك بعد النماذج مثلا اللي هي بعيدة كل البعد،
ان الرئيس اللي فيهم الفيلات ويديروا فيهم لي زاباري اورودادور ها مثلا في حي سيال ما بالك انا ما الغايه وما الهدف وما المنحه الغايه هو التنظيم الغايه هو التنظيم ايوه التنظيم تدعي نحن نتكلم عن التنظيم وفقا للقانون عندما يخرجوا التنظيم عن خارج القانون هنا دخلنا في مسائل اخرى مسائل ديال البطاجه ودخلنا في مسائل ديال التحايل وديال النصب والابتزاز ديال المواطنين نعم انتم كجمعيات اللي تترافعوا هذه القضيه تاع ضد الصابو اش الاقتراحات اللي يمكن انا دابا مثلا عمده ندير الدار البيضاء جديد تنجي شنو الاقتراحات باش ننظموا هذا القطاع هذا حنا عندنا شركه الصابو ولكن راه القطاع تعرف فوضى اش الاقتراحات ديالكم انتم اولا لتوضيح للراي العام ان القطاع يضم الالاف وربما الملايين باش نتكلموا القطاع ديال التنظيم اللي كيشمل حراس السيارات وكيشمل شركه الصابو وحراس السيارات بجميع الاصناف ديالهم فيضم ربما الالاف وربما الملايين من المواطنين لدينا اقتراحات عمليه وجديه وواقعيه في حاله الانصات والاصغاء الينا ومجالستنا عن عجل مثلا نقول له مثلا اننا تقدمنا العمدة السابق بواحد المذكرة اولا باش يتفسخ العقد الارتباطي ما بينهم وبين شركة التنمية المحلية اللي خرجت من صلب ومراحل المجلس الجماعي السابق في 2013 كانت كلمة مطلع اكتوبر 2013 ولكن ملي غادي يبان لكم معنا راه حنا غادي نوضحوا لهم الارضية كاين خاصها تفسخ العقد ما بينهم وبين هذه الشركة ما فسخوا العقد مثلا تفسخ العقد هذا غادي يبان لكم معنا غادي نعطيهم حنا مثلا المسائل ديالنا التي لا يجب البحث بها الان على انظار الراي العام هي التدريسيه ديالنا لكن عندنا ما يمكنش نعطيو باش غادي ينوضوا هما مثلا يخدموا علينا ناس اخرين. وتتشوف ان المجلس هذا قادر باش يفسخ هذا العقد وقادر باش ينفسر عليكم و بالله عليك دابا اتفاقيات بين الدول وتبقى في حاله عدم احترامها للقانون هذا ليس قران منزلا من السماء او وحي اوحي على العمده السابق. الاتفاقيه عاديه خارجة عن نص القانون جملة وتفصيلا إلا كانوا الغوا الاتفاقية ما بينهم وبين شركة المكلفة بتدبير المنظفة السابقة سيطا اللي عندها إذن ديال رئاسة الحكومة وتأشير السيد وزير الداخلية وهذه الشركة اللي خارجة عن القانون وخاطة الدستور وما عندهاش الإذن ديال رئاسة الحكومة وما عندهاش تأشير ديال السيد وزير الداخلية وما قادرينش يلغيو هذا وهذه هضرة أخرى وكلام آخر يعني بالنسبة لك الرميلي مدعوة إلى فسخ العقد مع شركة السابق لا لدينا الثقة كل الثقة والأمل كل الأمل معقود على هذه السيدة النزيهة أولا ولنا الشرف أن نجالسها عن عجل إن شاء الله لدراسة الموضوع بمعية الأشخاص بمعية الإخوان ديالنا اللي في المجلس الذين يعلمون كل خبايا يعني غتطلبوا انتم لقاء مستعجل مع العمدة الضريبية بطبيعة الحال أولا تفسخ العقد من لتحرير المواطن البيضاوي أول من الظلم والتعسف ومن التجبر ديال الشركة والمستخدمين ديالها وكاين القاعدة القانونية علاش يبنيو أصلا وهذا المطلب ديال الساكنة الدار البيضاء برمتها ودون استثناء لا يعقل العاقل أن يخرج من الدار ويلقى الصابون ديالي اللي نور سيارته وتقول لي راضي إلا كان مختل عقليا هذا السيد خليو الصابو شوية أنتم تتمثلوا أيضا مجموعة تاع حراس السيارات على مستوى ديال الدار البيضاء دارت واحد الموجة سخط وموجة تدمر من بعض أصحاب جالية الصفراء وبالعدل مشى لبعض المواطنين القول بأن ما خصناش نبقاو نخلصوا هذوك الناس هذا أنتم كيفاش تفاعلتوا مع هذا الملف هذا؟ نحن ندافع أولا على الشق الاجتماعي لهؤلاء وعلى الشق الاجتماعي لجميع الهيئات والفروع غير المهيكلة جميع القطاعات غير المهيكلة أولا لتوضيح للرأي العام في خصوص القضية أصحاب الجاليات هناك شقين الشق الذي أثار الضجر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يمارس البلطجة والابتزاز والتحايل والنصب على المواطنين ويمارس أعمال شادة خارج عن نص القانون مما يستوجب معه المتابعة والمساءلة القضائية من أجل تخليق الحياة العامة وتحقيق الردع العام هذا ما كنتكلموش عليهم هذا لذا الدم بيتسهل العقوبة ولكن كاين فئة أخرى ناس اللي عندهم خاص ديال الامتياز الاجتماعي ديال الأرامل والمعاقين وحال بعض حاملي الشوارع العليا وناس اللي يضخون بالخزائن الجبائية الجماعية ملايين الدراهم سنويا هاد الناس يشاهدون هاد الحملة في الفيسبوك إذا كانوا بغيت يتكلفوا بأنه يخلقوا الموازنة في المالية العمومية ديال الجماعات المحلية مرحبا يتقدموا يبحثوا هذوك هما يصيفطوا لهم شي بلان أخر يعني انت ضد ولا مع الحملة؟ أنا ضد الحملة لأن أتت على الأخضر واليابس وشكلت كما أقول أن شكل الضرر وإداء عندي لبعض الشركات التي اللي كتاخذ هذوك لي زابيطو في طريق السمسره العموميه وانتقاء طلبة العروض شكلات لها واحد 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 ضرر كبير وكبير جدا والان حنا بصدد
تضارب امكانيه متابعه هذه الصفحات. ولكن ما تتشوش معايا بان بعض اصحاب الجيليات يعني تيخدموا في اطار الفوضى، ما يمكنش الانسان يحط السياره ديالو جوج دقائق ثلاث دقائق الا توقف عليه واحد. ما انا شنو قلت لك؟ قلت لك راه يجب تقنين الناس، راه خص غير المجلس نتصور ينفتح ويكون منفتح، وهذا امالنا ورجاؤنا فيه ان شاء الله، وغادي نبركوا الامور راه تسوى باذن الله. ولكن من يمارس هذه الافعال هذه اللي قلت لك هي افعال خارج عن الاخلاق اولا، هي بعض الفئات اللي ما عندهمش حتى التراخيص. اما اي واحد اللي عنده رخصه وعنده مسكين كيقلب على طيب الخبز بان راه لا يمكن ان يعقل. راه لكن انت كتقول هذه الفئه اللي هي محدوده في الفيسبوك دارت الحمله، راه غالبية المواطن كيقول لك ما يمكنش نخلي سيارتي في الشارع. تقريبا من حارس السياره كاين على المستوى ديال الدار البيضاء حديت والله حرج ما تحسبتي تزعير بدون حسب التنبؤات الغير رسميه اللي في 2016 الى حدود 2019 حتى هنا وقفنا بالعدد في العدد ديال هذا المازال على صعيد الدار البيضاء. اقول الدار البيضاء المدينه غير الدار البيضاء كلها والجوانب المحيطه بها. كتلقى الشارع ولا الزنقه اللي كتلقى فيها اربعه ديال الحراس او خمسه، يعني خمسه العائله النهار وخمسه الليل 10 الشارع، يعني مشكل ملف اجتماعي حارق. شكرا سي سعيد مهتدي، شكرا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس برايس الى هذا الحد نقول لكم الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.